وكذلك مما ورد أيها الإخوة في الوفاء ومن خلق الوفاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأنصار لما ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان مهاجرا من مكة إلى المدينة والناس خلفه يريدون قتله وإخراجه واللحاق به، إلا أن نصره الأنصار، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الأنصار دثار والناس شعار، والله لو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا لسلكت وادي الأنصار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. شوف من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين نصروه، ما نسى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جاء خائفا طريدا من مكة متابعا له جيش ونفر من مكة، إلا أنه ما نسي تلك اللحظات الجميلة التي خرجوا يستقبلونه صلى الله عليه وسلم ونصروه للدعوة، ما نسي النبي هذه اللحظات صلى الله عليه وسلم. هذا من الوفاء الذي نحن نتعلمه أيها الإخوة. خلق الوفاء عظيم جداً.